أكد وزير التجارة سعيد جلاب خلال الزيارة التي قادته إلى سوق الجملة بالكاليتوس أنه سيتم تسخير مفتشين مزودين بتطبيقات إلكترونية لمراقبة أسعار الخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل، داعيا القائمين على أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر 48 ولاية بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض أسعار مختلف السلع. جلاب الحاج رصدت التالي. لا برودكسيون في الجزائر بروبلام تاع الخدام ما عندهم ما يحبوش يخدموا فلا لو سيت فو فير رابيد سيت سيري دوموند ان انجينير انفورماتيك رابيد مو يدير لك سيت في 24 خارج لك السيت راه عندك لي ميم يل فو بوتيتر. شوف انا نقول لك واش دير، حنا اون فالافير بور الجي نقول لك دومون صحفيين، حنا بور الجي رانا في ان بروجي بيلوت لي انسبكتور يزورون دي تابلت ديريكتومون تابلات عندها اون ابليكاسيون يطلع لي بري يخرجوا ديريكتومون في لا سونترال. ها يخرجوا عندنا في لا سونترال كل السيزي. انتوما هنايا هادو اللي يدير لك ريفيل بري تي بوزوا شحال عندك واحد يدير ريفيل بري هنايا؟ ليكيب دو 10 تابلات. كون دير سيستيم انفورماتيك خفيف عندك دي تابلات السيد يديرها كتخرج هنا ديريكتومون.